الدراسة المعنوية يعني، وهذا يعني في أي محقق محنك. هذه الندوة الوطنية حول الجريمة الإلكترونية هي ندوة أقيمت بالتعاون مع مجلس أوروبا في إطار برنامج سيبر ساوث. البرنامج سيبر ساوث الذي يعني الجزائر ويعني عدة دول أخرى، دول جوار ودول الجهة الجنوبية لبحر الأبيض المتوسط، انطلق في 2017، حقق واليوم حنا رانا بصدد التقييم، بصدد المرحلة الأخيرة من البرنامج. حقق الكثير في مجال تعزيز قدرات قضاة ضبطية قضائية، بفضله كوننا نواة مكونين وكوننا قضاة مرجعيين على مستوى المجالس القضائية. هذا البرنامج خلق ديناميكية تاع تعاون داخلي في بين مختلف الفاعلين، وكلاء جمهورية، ضبطية قضائية، قضاة تحقيق، قضاة حكم ومختلف الفاعلين. كذلك البرنامج هذا فتح آفاق التعاون الدولي بالمرافقة تاع مجلس أوروبا على الآليات المتوفرة دوليا لمحاربة هذه الجريمة، التي هي بطبيعتها جريمة عابرة للحدود تقتضي تعاون من طرف جهات إنفاذ القانون ومن جهة القضاة بآليات جديدة، بآليات سريعة تمكن من حفظ الأدلة الرقمية وتمكن من تحديد هوية الفاعلين. ويعني البرنامج اليوم احنا بصدد تقييمه وبصدد التحضير للبرنامج الجديد سيبر سود بلس. في البرنامج الأول كنا ركزنا على تعزيز القدرات، وفي البرنامج الجديد هذا سيبر سود بلس سيجري التركيز أكثر على إعداد دي جيد دي مانيوال، دونك إلى إعداد هذه الأدوات التي ستمكن من التعامل بسهولة مع الدليل اللامادي، وتمكن من تسهيل التعاون الدولي في هذا المجال.